اقرأي سورة المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبون أولي نعمة ومعلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأسى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء مفطر به كان وعد مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا
hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajadu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Jazakallahu khairan. Kabirullah. اقرأي سورة المدثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في ناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير زرني ومن قلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وما أجزت له تمويدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إن فكر وقدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسى ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يوسر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمن وليقول الذين والمؤمنون ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين آمنوا إيمانا وليقول الذين كفروا وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا
حسنة كذلك يدير الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنة يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نقود مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تفوهم شفاعة الشافين فما لهم عن التذكرة موردين كأنهم أمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم كبير الله اقرأي سورة عبس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه ذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى فهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه وقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره نزل من غفور رحيم صدق الله العظيم كبير الله أكملي هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يصلى نار الكبرى الذي يصلى نار
الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وقد خاب من وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سورة الكبير لا سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنذرناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.